المرارة هي عبارة عن كيس موجود تحت الكبد على الجهة اليمنى من البطن أسفل الضلع. هيدي المرارة عادة بتخزن عصارة الكبد اللي بتساعد على عملية الهضم والامتصاص بالإمعاء لما ناكل. ممكن هيدي المرارة تكون حصوات، هيدي الحصوات ممكن تسبب انسداد بعنق المرارة وتعمل نوبة مرارة أو ألم شديد. ممكن هيدي الحصوات تسبب التهاب بالمرارة. كمان ممكن هيدي الحصوات تنتقل عبر مجاري الكبد الخارجية وتسد مجرى المرارة وتسد مجرى البنكرياس وتسبب التهاب شديد بالبنكرياس. إذا كنت بتعاني من ألم بالبطن عليك مراجعة الطبيب للتأكد أنه ما في حصوات بالمرارة.